بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كلمتين لله وشهادة لله في الأيام الصعبة اللي بنعيشها، واللي مش عارف الناس واخدة بالها إن احنا بنعيش اللحظات الأخيرة من عمر الدنيا ولا لأ. وبينطبق علينا قول ربنا سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يا رب بس الناس تبقى شايفة ان اسرائيل ابتدت اللقمة الكبيرة في مائدة العصر ومائدة نهاية العالم اللي بيجتمع عليها كل اصحاب الاديان، سواء اذا كان بينتموا لدين الاسلامي او الملة الاسلامية، يعني ملة محمد او ملة عيسى او ملة موسى، لان كله بينتمي لدين واحد هو دين الاسلام. فمش عارف الناس واخدة بالها ولا لا ان دي بداية اللحظات الاخيرة. ويا رب خيب ظني، يعني اللي عنده رؤية تانية يبقى يحاول يثبت لي ان الكلام اللي انا بقوله ده مش مظبوط. واللي مش شايف ان اسرائيل على بعد امتار قليلة كده من هدم المسجد الاقصى، وتأكدوا تماما ان مفيش اي حد فيكم هيتحرك. يعني ايه؟ يعني المسجد الاقصى هيهدم امام اعينكم، ومفيش حد هيفتح بقه ولا حد هيتحرك، لان احنا مشغولين بالترفيه، ومشغولين بالاهلي والزمالك، ومشغولين بمين هياخد الدوري ومين هياخد الكاس. لا حد قرا كتابه، ولا حد تدبر قرانه، ولا حد شاف الانجيل وشاف عيسى بيقول ايه على اليوم الاخير والعشاء الاخير، ولا حد عارف يعني ايه دينونة، ولا حد عارف يعني ايه اشراط الساعة. فاحنا على حسب فهمنا المتواضع احنا بنعيش يا اخوانا في اشراط الساعة، وان الدجال على الابواب. بس هو الدجال قبل ما يجي زي ما قلنا بس بيمهد الارض اللي هي ارض الاديان من اول العراق لغاية شمال افريقيا. اللي مش عاجبه الكلام براحته، احنا ما وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. بس قبل ما بنقول وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، بقول للحكام العرب كلهم مجتمعين، كلهم مجتمعين، دم شهداء فلسطين في رقبتكم ليوم الدين، ليوم الدين. والله 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 ربنا ما يرضى على اللي بيحصل ده. وان كان فيكم متخاذل او مشارك او متواطئ، فربنا باذن الله يورينا فيه ايه من اياته. انا على حسب فهمي، على حسب فهمي المتواضع، حكام العرب دول الخليج يعني ما منهمش رجا، ان يعني زي ما انا قلت كده، يا اما يتعمل شهاده نسب عشان نعرف دول اصلهم يهود ولا اصلهم حاجه تانية غير اليهود، لان لا اعتقد ان دول اصلهم عرب. لان زي ما انا قلت قبل كده في فيديوهاتي، واكرر واعيد واؤكد، ان العربي عنده نخوة، العربي عنده نخوة على اخواته حتى لو مقطعين بعض. فما اعتقدش ان حد من اهل فلسطين المستضعفين كان له مصلحة او خلب حد من الحكام العرب اللي عايشين في نعمة ربنا وطرف وفضل زيادة، من غير ما يكونوا هم على استحقاق لفضل ربنا ونعمته عليهم، اللي هتزول ان شاء الله لان هم ما صنوهاش وجحدوا بيها، بل بالعكس افسدوا في الارض ولم يصلحوا فيها. انا رسالتي دلوقتي للرئيس السيسي، ولغاية اللحظة ديت انا عارف انك انت محطوط تحت كماشة، وظني فيك بالله انك انت انسان صالح وعبد صالح. ولكن انا قلت هي شهادة لله دون ادعاء بطولة او ثورية زائفة. انا لو مكانك انا هعمل الكلام ده، انا هصارح شعب مصر واقول لهم: يا شعب مصر، اديكم شايفين الاستعمار بيعيد خطته من اول وجديد، والعدوان ما بقاش ثلاثي، العدوان بقى خماسي. انتوا جايين تقاتلوا معايا ولا مش جايين؟ دنيا هم هيخلصوا على اهل فلسطين وجايين على باب مصر. طب دين نصرة ربنا يا عم فتاح، نصرة ربنا يا ريس، نصرة ربنا وربنا معاك. انت طول عمرك بتقول ربنا معاك، والفترة اللي انت حضرتك او سيادتك ربنا ولاك على حكم مصر
انت قلت ودايما بتقول ان علاقتك بربنا علاقة وطيدة، فان كان عندك ما يسلك صدورنا ووعد ربنا ليك انك انت هتقدر تنصر الناس ومسافة السكة تتحقق على الارض لنصرة اي حد، لنصرة اي حد، ورينا. انا عايز اشوف، لان والله الواحد لا هو عارف ينام ولا عارف يستطعم طعم المية بدون ادعاء بطولة او ثورية زائفة. مفيش واحد عنده ذمة ولا ضمير ولا انسان حي في حياة ليل نهار بيشوف اللي بيحصل في اهل فلسطين ومفيش حد يطلع ياخد بحقهم. فزي ما قلت لك الحكام العرب انا ايدي منهم والقبر. انا كمواطن مصري وعربي وشايف فيك، شايف فيك حد ربنا بعته عشان ينقذ مصر. فانت مستني ايه سيادتك؟ هم كده كده انت عارف المخطط بتاعهم وعارف ان هم جايين يخلصوا على فلسطين وينقلوا الكلام لسينا. هتستنى لما ده يحصل؟ طيب هتستنى لما الدين يتهد؟ ما هو الدين يا جماعة بيتهد دلوقتي. اللي مش شايف السعودية ارض الحرمين ومهبط الوحي بتنتهك ازاي مقدساتها؟ يعني يراجع نفسه تاني. اللي مش شايف الامارات وسياحة الدعارة هناك يراجع نفسه تاني. يا جماعة شهادة لله، شهادة لله. واللي يخاف ما يتكلمش، ان ما بنخافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. ولو حد جه يتكلم في حاجة احنا بننصر دين ربنا يا جدعان. دين ربنا اللي بيضيع في الارض. الدين ما هوش صلاة وزكاة وادان ودعاء على اليهود. عمر ربنا ما ينصرنا بشوية الحبشتكنات اللي بنعملهم دول. ربنا ينصرنا لما نقف قصاد الكفرة دول اعداء الانسانية اللي اصلا ما يعرفوش رب. دول ربهم الدجال مش ربنا اللي فوق. دول ربهم الدجال مش ربنا اللي احنا بنعبده. فمين اللي هيقف لهم؟ هتستنوا لما يخلصوا على الناس واحد واحد؟ هتستنوا لما يتملكوا الناس ويدوسوا علينا بالجزم؟ يا سيادة الرئيس لو سمحت، مساعدات ايه بس اللي احنا واقفين ناخد اذن من اسرائيل فيها؟ هو لو دبابات مصر دلوقتي طلعت قدام المساعدات دي، ايوه اعلان حرب. خلي الدكر يتكلم، مش سيادتك بتطلع تقول لنا الكلمتين دول بس. انا اتضايقت. انا كمواطن مصري بقول لك انا اتضايقت لما انت طلعت وقلت اهي مناوره سياسيه ولا مناوره بتاع معرفش. انا ما يعني انا المبرر مش لاقي مبرر اكتر من كده. لما قلت ان جيش مصر عشان يحمي مصر، لا، جيش مصر عشان يحمي كل المسلمين. ده اللي انا فاهمه، لان مصر ربنا قدرها كده ان هي تدافع عن الانسانيه وتدافع عن الاسلام وتدافع عن دين ربنا. لو حد عنده فهم تاني يقوله لي، لان اللي بيحصل ده ما يرضيش ربنا. الاموات والاطفال اللي بتهدم بالبيوت فوق دماغها هي واهاليها، والاستضعاف اللي الناس اللي موجوده دلوقتي. لو انا عندي القدره ان انا اقف وش العدو حتى لو انا قليل وكم من فئه قليله غلبت فئه كثيره، والله دون ادعاء بطوله او ثوريه زائفه. ما هو الدور جاي علينا، جاي والمخطط معروف. انتوا مستنيين ايه؟ مستني ايه يا سياده الرئيس؟ ارفع الحرج عن اي خطه انت سيادتك عارفها وصرح المصريين وقول لهم هنجوع. ما احنا كده كده بنجوع، ما هم كده كده مجوعيننا وكده كده عاملين ازمات اقتصاديه. اطلع ايش في صدورنا يا سياده الرئيس. انا نداء بوجهه ليك، على الاقل انا اللي واثق فيك وعارف ان ربنا استعملك في طاعته وعبادته وخدمه دينه وخدمه الانسانيه. ده وجهه نظري في سيادتك، فارجوك حافظ على وجهه النظر دي ان هي ما تتزحزحش ولا ان انا افقد ثقتي فيك. اطلع ووري عين حمراء لاي حد. اطلع وقول انا ربنا معايا، واكيد شعب مصر لما يعرف كده هيقول لك انا معاك. كلمتين لله وكلمتين ابرك من عشره. اللي بيحصل ده ما يرضيش ربنا، ولو ما نصرناش ربنا، ربنا مش هينصرنا. ده اللي انا فاهمه عن ديني وعن دنيتي، وكلمتين بقولهم لربنا وربنا شاهد عليا قبل ما اطلع اقول الكلمتين دول. لا انا بدعي بطوله ولا انا عامل فيها ثوري. انا انسان مصري بسيط ما بيستحملش انه يشوف ناس مستضعفه وناس مظلومه واحنا قادرين على نصرتهم وقاعدين بنودي لهم اكل وشرب بس. يعني ارجو ان انا نسمع الايام اللي جايه حاجه تسلك صدورنا وتذهب غيظ قلوبنا. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.